Танковое подразделение получило задачу уничтожить огневые точки ваххабитов и обеспечить переход пехоты в наступление. Командный наблюдательный пункт. يلا يا نمر يلا هدي يا نجدة توقف عندك نجدة نجدة هدي شوي قرب انت يا شو اسمه عماد رشاد قرب شوي بس 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 يا رشاد بس خد مثل دباكك على اليمين رشاد نفذ رمي الزرم يلا بس شوف هذا فرق نفذ الزرم يلا قطينا بالرشاش يا عماد كمان وحدي بنفس المحل يلا سيدي خليه ياخذ على اليسار على اليسار على البعيد خليه يعني شوي صغير على اليسار خليه يروح على المزارع الثاني على البعيد ايوه هذيك المادري اول لا على الصفر دمروا يلا كويس بدي ليك انا بدي مزبوط رميت وانا باتجاه بدي اخذه على اليمين باتجاه السور المزرعة ايوه ارميها ايه 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 يلا ارميها يلا بنده ايه يا محمد نمر نمر يلا
انت بتعمل البلوجه ليك هي قريب عليه هاي البلوكي البلوكي فيها طلاقي وراها سرو بعد عند باب حسام. نعم. إذا ما رأيت شغل هوني بعدنا. محمد يا عماد. نمر يا عماد نمر. يلا يا شباب. نمر الشاش حسام. يلا حسام حسام انت محل ما سددت واطي ولا الدخل تبعك في بناء طابقين ابيض ارمي لي اياه ارجع لورا خالد ارجع 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 ما تخليه يتقدم لا رجع لي الدبابي لورا حسام خالد ارجع حسام ارجع رمي على الساتر حسام نفذ لي رمي ايوه كمان طلقه حسام وانت عم ترجع يا رشاد 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 عملك وقف حسام حسام وقف حسام حسام ايه وقف وقف ارجع خالد ارجع بسرعه بدي اخلي الدبابه تلف ارجع انا نطط يا خلاص اربي لك شيء ما عم تلفين بس يلا هلا بقرب عماد عماد بيرمي После выполнения задачи экипажи вернулись на исходные позиции для загрузки боеприпасов и ждут следующего приказа. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов,
Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.